كانوا في بنتين على جنب كل ما يعدوا بنات سوريين من قدامهم يعملوا كده. فاحنا رحنا سألناهم: بنات في ايه؟ شو في؟ قالوا لي: اصل هم سوريين. قلت لهم: طب شو يعني؟ شو يعني سوريين؟ يعني عندهم امراض. في هناك مشكلة، المهاجرين في الأغلبية يريدون accommodation وليس integration، يريدوا أن يستفيدوا أن يأتوا بثقافة كاملة كما هي، أن تبقى داخل ثقافة، ثقافة داخل ثقافة، وهذا مرفوض له. الإنسان لا عنفي بطبيعته، لكن النزاعات هي التي تخلق يعني ردة فعل. الفلسطيني اللي بيرجم حجار على الصهاينة، هل هو بيرجم عشان بيحب العنف؟ يعني إنه بيحب هو يصيب صهيوني، أو إنه يعني يعمل هاي الأشياء؟ فهو أكيد مش عشان هيك. يعني أنت لو سألته حتعرف إنه هو بيرجم هاي الحجار لأنه اسأل شو عملوا الصهاينة ببيته، بأهله، كردة فعل. تعبنا من هذه من هذا الأسلوب في التعامل مع الآخر. نريد يعني دولة شعارها السلام، نريد مجتمع يعني يسوده السلام.